السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي فطريات الرأس؟ بداية، تعرف فطريات الرأس علميا باسم سفعة الرأس، وهي عبارة عن عدوى فطرية تصيب الشعر وفروة الرأس مسببة أعراضا وآلاما وعلامات مختلفة، إلا أن معظم الحالات التي من الممكن أن تظهر عادة على شكل بقع متقشرة صلعاء تنتشر على فروة الرأس، ونلاحظ وجود حكة. وأيضا تعتبر فطريات الرأس أكثر شيوعا بين الأطفال الصغار وأطفال المدارس، إذ أنها عدوى سهلة الانتشار بشكل كبير جدا. وهناك بعض العلاجات المختلفة لهذا الأمر، سوف تستطيعون البحث في القناة فتجدون العديد من الفيديوهات التي أوضح لكم بها عن فطريات الرأس.